الدكتور سويد سويد رئيس المجلس المحلي في الأفقيعة. اليوم كان شفت في لقاء للمقاولين من أجل مناقصة أخرى في حي الشكونيات. شو هذا؟ ما كان في مناقصة سابقة؟ طبعا المناقصات بالهي شكونيات عشان نجي نخشير إحنا محل سكن في مرحلتين. المرحلة الأولى كانت هي تحديد بصر الشوارع في الشكونيات، والمرحلة الثانية إسا للبنى التحتية عشان أي واحد يقدر يأخذ إسا قسيمة إله حلكاء إله يبدأ يشتغل فيها. بدأ أن البنى التحتية لازم يكون جاهز قبل ما يزفتوا الشارع. المناقصة اليوم هي للبنى التحتية اللي بتشمل البيوت مي ومعرفة النيكوز كمان فيها، مع تسفيت الشارع بشكل أولي. تسفيته عشان الشباب يصير يقدر يفوت على تعبيد الشارع. تعبيد الشارع بشكل أولي. في المرحلة القادمة بس يخلصوا العمارة ستنعمل المرحلة النهائية من تسفيت الشارع مع المدرخات حول الشوارع. شو يعني يخلصوا العمارة؟ يعني وين الشباب يعني إنه ممكن يقدموا فعلا لهيك؟ يعني تقول انت بدي زفت الشوارع مرحلة اولى، يعني عمليا وصلتوا لمرحلة انكم فعلا توزعوا القسائم؟ طبعا احنا في شغلة بدي اعقب عليها، بس احنا عندنا محلين بالشكونات من الناحية الشرقية، في عندي الناحية الغربية اللي سبدين فيها، في عندي الناحية الشرقية كمان. في الناحية الغربية في عندنا 45 قسيمة، القسائم هناك هي مقسومة في اشي لاثنين وفي اشي لثلاثة وفي اشي لاربعة. انا طلبت اللي في عندي اثنين المقسوم الميجراش المقسوم لاثنين، هن كانوا في عندي 26 ميجراش هذولا، لأنه 52 قسيمة، هذول فيش عندي مشكلة عليهم، هذول اللي أعلنا عنهم إنه بدي يشفكوه قدام. باخر القسائم اللي ظلوا 19 قسيمة لل 45 في عندي 3 و4 شباب ممكن يعمروا على الميجراش الواحد، هاي احنا عرضنا الشغل، احنا بدنا بس لاثنين، على كل ميجراش بس اثنين، بس كان في مشكلة ب استفسور تبع مساعد الأوسار لجنود هذولا، إنه هو مساعد يعطي بس لاثنين، 90% الاستفسور اللي بده يعطوني إياه بس لاثنين، إذا في أكثر من اثنين بيدفعوا الفوارق والفريش كيمياء. إحنا عرضنا عليها، أخذنا بالآخر قبل الجمعة الأورلي أروك من مساعد الأوسار إنه فيش مشكلة، بيستفسدين من 90 ناخذ لكل واحد على كل ميجراج، ظل بس بالإشور تبع جلنت. قلت المفروض انه 26 و 27 شهر في عنده شباب كابينيت انه يمضي عليها، مش عارف ان شاء الله مشكله، ستعمل نوزع ال 45 قسيمه. احنا لسه موجود معنا بالفعل هو 26 قسيمه الدو، يعني 52 شاب ممكن يعمل عليهم. الموعودين لاخر الشهر هذا طبعا انه يكون في عندي نظر شباب كمان 19 قسيمه، اللي نوصل احنا ساعتها على 90 قسيمه. قلت هذا القسم الاول، شو يعني القسم الثاني؟ في يعني هناك قسم ثاني للاستمرار في العمل بالنسبه للشكونات؟ طبعا مشكلة السكن انه شبابنا مش رايح تنحل بقسم واحد بيضل 90، احنا فينا اكثر من 90 كثير، فينا احنا كمان تخطيط وجهز كمان الناحية الشرقية من الشكونات، هي ما فوتها فيها، بس ولكن سياسة المستشفى يكون والاوسار كمان انه بيعملوا على مراحل، بشفكين بهي المرحلة بنخلوا، بشفكين بهي المرحلة بنخلوا، لانه المشكلة الشغلة هاي بتكلفهم المصاري، انه مش رايحين يدفعوا مصاري حضروا كل شيء وبالاخر بيعملوا يشفكوا، بيعملوها على مراحل. قديش يعني في هذا القسم الثاني؟ في كمان كل شباب بوصل عندي حوالي 550 شاب ممكن يعمروا في المرحلتين. إسا أنا في عندي المرحلة الأولى عندي 90 شاب ممكن يعمروا فيها لو وصلنا للآخر، مع الناحية الغير الشرقية بس اللي بدأ فيها ممكن نوصل لحوالي 500-550 شاب. في عندي بس بدي أعلق على شغلة بسيطة، في عندي بالمرحلة الشرقية في عندي مشكلة مع كام قسيمة اللي هم تابعين لهم نوتا. ولكن هاي المشكلة كمان بتنحل، إنه ممكن نعمل كل شيء بو كذا بلا هذول القسائم. مثلا ممكن نعطي موعد للشباب وانت بيبدوا بالبناء في الشكونات، او وانت بيبدوا كمان المرحلة الثانية برأيك بشكل عام؟ يعني اقول لك انا حاب علي يبدوا الجمعة الجاي بيعملوا الشباب، ولكن انا بدي اكون صريح معهم انه الشغلة مش متعلقة بالمجلس المحلي، لو متعلقة بالمجلس المحلي كن بكره بنبدا، الشغلة متعلقة في مكاتب حكومية زي ما قلنا، في عندي شغلة حتى خذ شغلة الثلاث شباب واربع شباب اللي بدي يعملوا بوحدة سكن، انا صرنا حكينا معهم بالشتوي وكان الوعد تبع كحلون لحد اليوم تنفذ قبل الجمعة. يعني لو الشغلة متعلقة بالمجلس المحلي فينا كمجلس محلي كان فيش لا من الجمعة الجاي بنبدأ، ولكن الشغلة متعلقة في مكاتب حكومية، مكاتب حكومية فيها كثير بيروقراطية، فيها كثير تأجيلات، هذا سبب اللي خلانا لحد هسه نوصل لهذه المرحلة، وإلا كان المفروض كنا صاروا الشباب بدين يعملوا. يعني تطمن الشباب. بدينا ببداية الطريق لازم نوصل. دكتور سويد شكرا جزيلا.